عندك شعرية شعرية عوي بطوطة يا شباب عارفين فني فني دوت وفي جاتوه عندك تودي شوية تطلب ملك عريت وما ينفعش يا فني فني ايه ده يا بطوطة عامل ايه وانا عرفت مداني منين ايه عرفت مداني منين ايه ده ايه عرفت مداني قبل انت غيرت لك اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه يا بط يا بط تعالى تعالى ايه يا حبيبتي عملت ايه بقى ايه الحلاوه دي فستان وشعر احمر يا وضع وكويشه يا لهوي اتجوزت ولا ايه لا امال ايه ما انت يا قاصه بدي رقصه ماشي يا ماشي ماشي انا عايز عامل ايه بقولك ايه ايه تعالى بس تعالى تعالى اثبت القصه بس ايه بقولك ايه انا بصور بتصوري؟ اه ليه؟ اتفضل تعالى بس تعالى ماشي قول اتعبت كيف توتي توتي مالها عملت شعرية توتي ما بتفهمنيش وانا ما بفهمهاش طب ليه فاتجة؟ يا ده انتش بحباني بقى انت وقت تقدمت اه تقدمت الواحدة بدي بقى واحدة بحبها تبتيها بترد؟ لا تبتيها تولته وتاتوه اه؟ تولته وتاتوه وبترد؟ لا ما تبتيش ولد يا معفن طب ليه كده ليه؟ ما دي بسرعة مش دي بورد طب تعالي تعالي ايش يا دايق هو انت بتحبها؟ وده انا بعسقها يا دهوي طب بتروكي على قال لي احنا وهي بنزاد لبعض اه؟ بنزاد لبعض بتروح؟ بنزاد لبعض انا وهي عشان اللي امتحانات داخل بقى وكده انا مش فاهمها تعالي تعالي ايوه انا دايق تعالي في الجنة بحبك انا بس انا زعلانة ليه؟ اتبكت عمالة تعيط انا ما اقدرش ازعل اشوفك وازعل يعني يا دهوي لا هو على الشعر الاحمر تعالى يا وانا ايه؟ اتبكت بتعيط ليه بتعيط؟ عمالة تعيط و و و و من هرب؟ قوي ليه؟ عشان انت قليل عدم لا انا دخلت البيت من بابه من بابه ايه؟ لو سمحت ما تزعقيش احنا في الشارع ما ينفعش بطوطة تزعق قولي راجل جت جتت بالشباط انا ما نطيتش من الشباك نطيت من الشباك انا شفتك الشباك اصلا تم تصور ساعتها دخلت من تحت السور اه الشباك تم تصور بطب تعالى تعالى ما تصورلك على عادي بص انت بتحبها وهي بتحبك اول هتسيب البنت بتاعتك ما ينفعش ما ينفعش بطب تيجي تيجي ما بتطلعش بطلعت هو بطل ورد مش تسك الحب اصلا هاي يا تسك بقول لك احنا بنساتم مع بعض بتعرف وبنخلط مع بعض بنساتم مع بعض بتعرف بنساتم مع بعض بنساتم اه بنساتم مع بعض يعني وبنخلط مع بعض انا مش فاهم اصلا لا عارف انت لما تبقى عندك امتحان وتحفظي مع حد بنساتم مع بعض مع بعض وبنخلط مع بعض طب يا ولد توتي ما توتي خلاص بقى طب قول لها هتتكسي بيها وتقول لها انت فادك وانا فادي انت البنت بتحبك خلاص ماشي قشطة هتتكسي بيها امتى انت عايز تتصل بيا امتى دلوقتي دلوقتي حالا بعد الفيديو اقول لها ايه تقول لها انا اسف وكل واقف طريق قولها لها انت بقى انت حافظاها كده انت حافظاها بقولك يا شباب يا بني البت توتي بتعيط وهو راح يتقدم لواحده تاني وما تبقاش بتوارد بحبها ما تبقاش بتوارد وانا لما جبت لها توتو توتو وتبتها توتا لا انا حديث مدفع لطيفة لو عجبت بالفيديو اعملوا لايك واعملوا شير وقولي الفيديو ده وكي اعملي بدوان